من جديد أسعد الله صباحكم أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد عبر شاشة الوطن الأولى. قبل ما نتحدث مع ضيوفنا الكرام بفقرة مبادرة عدي العطيات وسوسن عبد الله، دفاكم فرحتنا قبل ما نروح قبل ما نروح للدفا، يعني الآن المعلومات التي تردنا تباعا أحبتنا من العاصمة الحبيبة عمان وباقي محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، لكن بدنا نتحدث عن العاصمة عمان بما يتعلق بتجمع مياه الأمطار، مداهمة هذه المياه أيضا للمركبات بالشوارع الرئيسة. احنا شفنا صور مخيفة بصراحة، وأتوقع الآن زملائنا بالاستوديو ممكن يزودونا إياها يعني تباعا. معنا الرائد علي الحياصات من إذاعة الأمن العام مجددا. رائد علي أسعد الله صباحك سيدي. صباح الخير مرة ثانية زميل مجحم، وصباح الخير للزميلة نسرين. يعني زي ما سمعتوا أكيد الحمد لله رب العالمين، أمطار الخير في مختلف مناطق المملكة والحمد لله رب العالمين، لكن بعض الطرقات تشهد ارتفاع واضح في منسوب المياه، تراكم لبعض المركبات على الطرقات للأسف الشديد. الآن نشام الأمن العام، نشام الدرك، النشام الموجودين في الميدان يعني على قدم وساق، والدفاع المدني كلهم شغالين لمساعدة المواطنين الكرام. خلينا نشوف فكرة عن وضع الطرق بشكل عام ضمن مناطق الاختصاص، المواقع اللي فيها ارتفاع لمنسوب المياه من خلال زملائنا في السير والدوريات ونشام مركز القيادة والسيطرة. تخيل مركز القيادة والسيطرة قبل ساعتين خلال 3 ساعات تلقى 7000 اتصال من المواطنين. 7000 اتصال. وجهها للناس انه ما نكرر الاتصال في نفس الملاحظة. فإذا بالإمكان نبدأ أخوي مجحم بتقريرنا المروري. على طول رائد علي. تفضل الرائد علي الحياصات بالتقرير المروري بما يتعلق بارتفاع منسوب مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة، ممكن داخل الأحياء السكنية أيضا بالعاصمة عمان. تفضل سيدي. نعم شكرا جزيلا مرة ثانية. نبدأ مشوارنا من خلال إخواننا في غرفة عمليات السير، ملازم عبد الهادي الفرجات. صباح الخير الورد إلى كل جميع المستمعين. علي بيك، يعني بالنسبة للوضع عندنا ضمن اختصاص العاصمة، يعني في ارتفاع وملحوظ يعني اغلبيه الاختصاص ضمن اللي يعني خلينا نبلش من عند نحكي شارع الجيش، اشاره القاهره، ايضا نفق نفق الاقتصاد تجاه الرابع، نفق الرابع كان في ارتفاع والحمد لله يعني تم معالجته مع الطوارئ الامانه. الان يعني كنا محاولين السير، الان تم فتح السير من الرابع باتجاه الاقتصاد والعكس. ايضا دوار المخابرات ايضا كان في عندنا ارتفاع لمنسوب المياه، لكن الحمد لله يعني الامانه ونشامه اداره السير تم التعامل فتح المناهل والان اموره جيده. في عندنا اشاره البنك العربي ايضا هي ارتفاع، العساف، الشارع الامير محمد، عندك صويلح، نفق خلده، جسر السماح، على جسر السماح الاشارات كان عاليه، نفق الخامس، يعني الانفاق بشكل عام علي بيك يعني اغلبيتها فيها ارتفاع لمنسوب المياه، والعمل جاري مع مجموعات الامانه من اجل يعني سحب المياه من المواقع وتسهيل حركه السير. مجموعاتنا من تشرين يعني من جميع من يعني عطوف مدير اداره السير ولغايه اصغر رتبه باداره السير عاملين على تسهيل وتنظيم ورفع المركبات اللي يعني المعطله. يعني واجهنا يعني كم كبير من المركبات داخل الانفاق او المناطق اللي فيها يعني ارتفاع لمنسوب المياه. يعني اخر ملحوظه تحملناها او قبل ربع ساعه كان في باص لطلاب روضه داخل نفق الكيلو الحمد لله انه ما كان في ركاب، لكن الحمد لله تم التعامل معه. وملحوظات يعني كثير داخل الانفاق كان في تعطل للمركبات وتم رفعها. ايضا في عندنا اشارات معطله يعني من سبب يعني الارتفاع لمنسوب المياه، عندك اشاره جبيهه، اشاره ثقره، ايضا اشاره الديزان، اشاره الجامعه، البيلا روزا، اشاره حي نزال، الملكة عليا، يعني في وايضا اشاره الاقليم اللي هي قبل دوار المشاغل. يعني هذول الاشارات معطلات ومتواجدين جماعتنا في الموقع من اجل تسهيل تنظيم حركه السير عليها. يعني الحمد لله يعني النشامه يعني مش مقصفين من جهد مع المجموعات بالميدان والتنسيق مع مندوبين الامانه. يعني عندنا في ضباط الارتباط مع الامانه يعني معنا داخل غرفة العمليات وأول بأول تمرير ملحوظات ومتابعتها مع رؤساء الأقسام. تحياتنا لكل نشام السير المنتشرين وموجودين، نشام الأمن العام في المكان تحياتنا لهم. الدوريات الخارجية ملازم محمد الحواتمي، غرفة عمليات الدوريات الخارجية ملازم محمد، صباح الخير. صباح الخير علي بيك، الله يعطيك العافية. إذا بالإمكان الآن الطرق الخارجية طمنا عن الوضع بشكل عام. للآن سيدي يعني ما زالت الحمد لله حبات المطر حبات الخير الآن على كافة خطوط المملكة. الحمد لله الامور مسيطره عليها لا عوائق. تذكر بالنسبه لخصوص الموضوع العدسيه اللي قبل شوي تم السيطره عليه نهائيا لدرجه انه مجموعه الاشغال متواجدين ما زالوا على اهبه الاستعداد لوريتنا دلاله وارشاد بالموقع لا سمح الله لحدوث اي طارئ مباشره يتم التنسيق ورفع العوائق اول باول. بخصوص ايضا وادي شعيب العمل الجاري ما زال التنسيق مع غرفه عمليات البلقه
الان العمل الجاري على قدم وساق من قبل مجموعاتهم في الميدان كون ما في تواجد لمجموعاتنا نهائيا يعني بالموقع، الا انه تم التنسيق من قبلنا كغرفه عمليات طوارئ نعم بالتنسيق ورفع العوائق وان شاء الله اول باول لرفع جميع العوائق. بخصوص سيدي يعني ابرز الحوادث يعني من فضل الله ما تعاملنا مع اي حادث منذ الامس الا انه في حادث قبل شوي يعني على طريق الحلبات ما قبل مثلث الحلبات 5 كيلو باتجاه الزرقاء، حادث دهور لتيون نتج عنه اصابه متوسطه للسائق. الحمد لله رب العالمين يعني تدهور الصهريج اتى خارج حرم الشارع، ايضا الحموله انسكبت خارج حرم الشارع، ايضا مجموعتنا على قدم وساق ويتم التنسيق الان مع جميع غرف عمليات الاشغال العامه ايضا امانه عمان الكبرى وعلى اهبه الاستعداد في حال يعني حدوث اي طارئ او اي انهيار او اي وجود اتربه او اعواق على الشارع العام. مجموعتنا على قدم وساق عطوفه المدير متمثلة إدارتنا بعطوفة المدير أيضا لأدنى رتبة متواجدين والعهبة الاستعداد لتقديم أي ملحوظة أو أي مساعدة ضمن اختصاص. شكرا ملازم محمد الحواسم غرفة عمليات الدوريات الخارجية. خلينا نروح إلى مركز القيادة والسيطرة العميد المهندس رامي الدباس مدير مركز القيادة والسيطرة. عميد رامي صباح الخير وتحياتنا لك. صباح الخير أخي علي. يعني شو الوضع عندكم الآن من المواطنين نصيحة؟ الحقيقة يعني أنا بشكر تجاوب الأخوة المواطنين ولا أزال أناشد الأخوة المواطنين بعدم تكرار الاتصالات. الحقيقة الضغط لا يزال علينا شديد جدا من الأخوة المواطنين حول بلاغات الطوارئ. نعم. لغاية الآن تلقينا 13800 مكالمة أخي علي. 13800 مكالمة. 800 مكالمة تتصور لغاية الآن من الساعة يعني 7:30 صباحا ولغاية الآن. يعني هذه طبعا أشخاص محاصرين كانت بحدود تلقينا 310 بلاغات، أشخاص بطلبوا مساعدة بحدود 240 مكالمة. ايضا حوادث السير كانت حوالي 147 حادث سير، شكاوي كهرباء ايضا تلقينا ما يقارب 124 مكالمه، وايضا حوادث شفط مياه، يعني اخو مواطنين يناشد الدفاع المدني بموضوع شفط المياه، وامانه عمان الكبرى الحقيقه تجاوزت 1369 مكالمه بالاضافه الى 67 مكالمه مرضيه. نعم. حقيقه الوضع في العاصمه عمان لا يزال هنالك عدة مناطق تعاني من ارتفاع في منسوب المياه، ومنها وسط البلد والدوار الخامس ودوار الكيلو أيضا وشارع الاستقلال ودوار الواحة والدوار الرابع. جميع هذه المناطق بنناشد الأخوة المواطنين بعدم التوجه إلها لكونها لا تزال تعاني من ارتفاع في منسوب المياه. نعم. وكذلك في محافظة البلقاء ومدينة طريق وادي شعيب عند مشتل الزراعة هنالك بعض الانجرافات والطريقه الجاري العمل على فتحها، فبالتالي بناشد الاخوه المواطنين بعدم التوجه الى تلك المنطقه اخي علي. نعم، احنا ان شاء الله راح نضل على تواصل معكم رامي بيك من خلال مركز القياده والسيطره، تحياتنا لرامي بيك الدباس مدير مركز القياده والسيطره في مديريه الامن العام، تحياتنا لكل النشامه في هذا الصباح الطيب، امنياتنا ان شاء الله بالسلامه للجميع، وراح نضل احنا في امن اف ام على مدار الساعه في استوديو خاص لنقل واقع الحركة المرورية والأجواء في هذه الأجواء الاستثنائية، وربنا يمن علينا بالمطر والخير بإذن الله تعالى. احنا بنحيي زملائنا كمان في التلفزيون الأردني اللي حقيقة حاضرين دائما لنقل الرسالة اللي بتهم المواطن الكريم، فتحياتنا للزملاء مجحم وزميلة نسرين وكل مشاهدينا في التلفزيون الأردني، عودة إليكم مع كل محبة وتقدير. شكرا للرائد علي حياصات وشكرا لتواصلكم معنا والبرنامج المفتوح اللي بحط المشاهدين بصورة يعني أول بأول بالمشهد وحالة الطرق اللي للأسف يعني اللي عم بنشوفه هلأ، ودخلنا على الانترنت وشفنا المواقع وعم بنشوف فيديوهات للأنفاق، أنفاق مغلقة تماما، يعني المي مغطية السيارة أو المركبة بشكل كامل. وهذا المشهد برضه شفناه قبل سنتين صار، وعم بنشوف يعني الآن نفق الدوار السابع مغلق منطقة تماما، المدينة بالعاصمة عمان أيضا المدينة نقاط واضحة ومتكررة، يعني أنفاق عديدة يعني مغلقة، ارتفاع منسوب المياه جدا عالي. شفنا الآن مشهد يعني المي جرفت حاوية وخبطت وصارت الحاوية تمشي بين يعني السيارات، يعني مش عارفة هل هي هاي الجاهزية اللي دائما بيحكوا عنها، الجاهزية والاستعداد وأهبة الاستعداد، يعني احنا مش شايفين أي جاهزية، يعني احنا لسه بموسم، احنا بالخريف صحيح. فصل الخريف ما دخلنا فصل الشتاء، الموسم لسه بأوله للأسف. هاي كلها عم تعمل ربكة الآن، الشوارع اللي بده يوصل عبيته يمكن بده ساعتين ثلاثة حتى يقدر يوصل عبيته بسبب الازدحامات وبسبب السيول وبسبب الأنفاق المغلقة اللي هي المفروض هي موجودة حتى تسهل عملية السير وتخفف من الكثافة المرورية في الشوارع. نسرين للأسف احنا حاولنا نمرر يعني بشكل مباشر رسائل خلال الأسابيع والأشهر الماضية
ما بدنا ننشغل بموضوع الحديث عن الاستعدادات، ما بدي أكرر نفسي بالحديث، لكن رسالتنا كانت واضحة للجهات ذات العلاقة. الآن في بعض الأحيان إحنا منلوم بعض المواطنين لأنه التعميم بالمطلق خاطئ بما يتعلق بممارسات خاطئة أو سلوكيات خاطئة، لكن أين الاستعداد الحقيقي الذي يترجم على الأرض؟ يعني يكفينا نتحدث إنه والله المواطن والمواطن، لكن إحنا بدنا نتحدث عن موضوع تجمع مياه الأمطار، يعني المواقع بعينها تتكرر خلال سنوات متتالية. أين الحلول التي وضعت؟ تمرز المشكلة لكن تنفيذها، الحلول البديلة، الخطط الاستراتيجية اللي إحنا دائما نتحدث عنها للمعنيين، أمانة عمان، البلديات، وزارة الأشغال العامة، الجميع معني بهذا الشيء. من يتحمل فاتورة التجارب التي تطبق على، بصراحة إذا كان في حلول ولا ما في حلول، بالنهاية المواطن اللي ضررت مركبته، اللي ضررت يعني ممتلكاته الخاصة، ممكن الآن البيسمنت في الطوابق الأرضية في بعض العمارات أكيد داهمتها مياه الأمطار كما شاهدنا ممكن قبل عامين. الآن أسئلة برسم الإجابة لدى المعنيين، من سيتحمل فاتورة هذا الخطأ أو نتيجة عدم الاستعداد اللي للأسف استمعنا من هنا ومن هناك استعدادات استعدادات استعدادات، لكن هذا ما نشاهده وهذا ما يتحدث به المواطن. ما بدنا يعني نطيل على ضيوفنا الكرام عشان الوقت. الشباب يعني دفاكم فرحتنا، نتمنى أنه يعني كنا نشاهد يعني بصراحة فرحة حقيقية. أهلا وسهلا فيكم. طبعا عدي العطيات مسؤول الفريق فريق بنون طبعا اللي كان لهم عدة مبادرات، وإحنا يعني بالعيد رحنا وصورنا صور مجحن تقرير بالساحة الهاشمية مبادرتهم بالضبط. وسندس القيسي منسقة فريق المدارس، دفاكم فرحتنا، شو مجهزي شو جاهزيتكم واستعدادكم لدفاكم فرحتنا. يمكن أول شيء بصبح على الوطن الجميل، الوطن الغرقان. يمكن هسه استاذ بنجحم لما حكيت انه احنا طولتوا علينا، يمكن هذا احنا اللي بنستنى فيه، والحمد لله رب العالمين اليوم ربنا جابنا مع هاي المبادره. بس بدي اسال سؤال يعني لكل شخص، احنا مدفين وموجودين ببيوتنا وإن بيوتنا وإن سقف، بس الشخص اللي ما له سقف واللي ما له بيت، احنا وجدت مبادرتنا اليوم عشان هيك، واللي بمخيم والشخص اللي يمكن مش بس مخيم، يمكن في بيوت يعني بدها تنهال على اصحابها، ناس بالبيوت ممكن تلاقيه ساكن بغرفه، يمكن 20 واحد ساكنين بغرفه. احنا الفكره وين كانت؟ انه احنا كنا شباب بالفريق، لما احنا فريقنا موجود بكل المحافظات، لما قررنا نعمل فريق بنون انه يعمل هاي المبادره، كانت الفكره انه نطلع المحافظات. احنا ما بدنا اهل عمان، ما بدنا بس عمان، ما بدنا انه بس في ناس موجوده ببيوت يعني مسكر بيته عليه. فالفكره صارت انه احنا موجودين بالمحافظات، نتوزع لكل المحافظات. انا فريقي مثلا موجود باربد، موجود بجرش، موجود بطفيله، موجود في معان، موجود في الكرك، موجود بعمان. احنا بدنا نتوزع للمحافظات من مكان وجودنا، كل واحد يشتغل لمنطقته، كل واحد فينا بده يشتغل منطقته، نتعاون مع المدارس، نتعاون كنا كمجتمع، كل واحد يشتغل لمجتمع المحلي تبعه. احنا كفريق لما وجدت الفكرة أنه في مناطق، طب إحنا هسا قاعدين نحكي مثلاً عن عمان غرقانة وعمان وبيوت مسكرة داخل عليها المي، طيب بس بسأل كل شخص قلب إحنا ضمير. بدنا نروح إلى المنازل، بدنا نروح على موضوع الشوارع الرئيسية اللي مشاهدها، يعني على أقل هالشوارع. إحنا كفريق كمان إحنا هاي المبادرة شملت معها إنه إحنا كفريق رح نتعاون مع بعض، رح نتعاون مع الأمن العام، رح نتعاون مع المجتمع المحلي، إنه كمان رح تكون فينا فزعة كفريق. إحنا تمنينا نكون هسا بالشارع، يعني بتمنى ان فريق هسه راح نكون بالشارع، انه راح نساعد الامن العام، واحنا بنطلب هاي، احنا موجودين، احنا كشباب ننزل للشارع، مستعدين ننزل للشارع اذا ما كانت ايدنا بايد بعض عشان نساعد انه بلدنا اجمل بلد راح تكون. نعم احنا مكملين معاكم، تمام، وراح نسمع كمان من سندس. وبس حابه انوه يعني للمشاهدين انه احنا مكملين البرنامج، راح يستمر بعد العشرة بعد الموجز، حتى برضه الاسئله اللي طرحناها نلاقي يعني اجابات عليها من المعنيين. يعني مش صحيح. معقول امطار بساعتين الاردن تغرق، وبالتحديد عمان، يعني احنا عم نشوف لن تقبل الان اي حجج. يعني انا بتحدث بملأ الفم، راح نسمع وبكل راح نعمل اتصالات وبكل مصداقيه. رسالتنا موضوعيه، رساله التلفزيون الاردني شاشه الوطن الأولى، رسالة معيارية يعني مهنية بشكل حقيقي، هذا اللي احنا بنقوله، نضع المسؤول أمام مسؤولياته. يعني نقطة وسطر جديد. نكمل نسرين، احنا خلينا نكمل معك سندس برضو، شو دورك في التنسيق مع المدارس؟ احكي لنا عن دورك أكبر بهاي الحالة. بحب أصبح على الوطن الجميل، وبحب أصبح على جلالة الملك عبد الله،
وأنا عضو في فريق بنون الشبابي. حبيت أني أمثل فريق بنون مدرسي يعني زي فريق بنون الشبابي. أول إشي بلشت بفكرة يعني عن مشروع نظافة صغير، بعدين اتطور هذا المشروع لإعادة تدوير، بعدين عملنا زي فكرة أنه بيع ذاتي للمي، أنه عشان نشوف ثقة البنات يعني خليناها أمانة البنات. جبنا يعني عبارة عن كاسات مي ويعني علبة صغيرة أنه جواتها البنت بدها تشتري بتبدل محص رافي ما محص رافي، عشان أنه إيش نقدر نجمع هاي التبرعات لحملة زميلوهم اللي هي. وبعدين كمان قاعدين هلأ بنجمع ملابس من البنات يعني بدنا نغسلها نظبطها عشان نشارك هذا، يعني بنتعاون مع فريق بنون الشبابي، يعني في تعاون معانا مع بعض انه شو بدنا نعمل على هاي الحمله الجديده. بصراحه سندس وعدي بكل مصداقيه بجوز يوم جديد تناول كثير من المبادرات خلال الاشهر الماضيه وبالاعوام الماضيه نسرين، لكن فريق بنون فريقكم بشكل مباشر كوني كنت على تماس مباشر معكم بالميدان، شاهدنا استعدادكم، شاهدنا تجمع شباب وشابات الوطن أحبتنا من مختلف محافظات المملكة وجامعاتها، انضمامهم لهذا الفريق فعلا في حب حقيقي للعطاء، ليست مبادرة وتنتهي. يعني بجوز أنا تحدثت لكم من خلال تواجدنا بفترة عيد الأضحى المبارك ثاني أيام العيد أنه موضوع الاستدامة والديمومة هذا استكمالا لموضوع أنه فعلا في عندنا استمرارية وليس بنشاط واحد تنحصر أعمالنا، إنما تنبثق لأكثر من مجال وفئة مستهدفة. اسمح لي أحكي شغلة، عسى احنا لما أسسنا الفريق كان الهدف الأساسي الاستمرارية، وكان هدفنا بالأساس أني أنا أشتغل بالمدارس. طبعا لما بدي أشتغل بالمدارس بدي أنط على المدارس، هذا أكبر غلط أنا بدي أشتغل فيه كمسؤول فريق ومؤسس فريق. فدخلنا للجامعات فقدرنا قد ما نقدر نزرع عشق، كلمة عشق يعني أكبر من كلمة حب لسه كمان، في قلب كل شاب أنه يعشق إشي اسمه بنون. كلمة بنون أنه أعشق أنا هذا الفريق اللي أنا أسسته. يعني هسه مثلا سندس أسست فريق بالمدرسة، هذا الفريق إلها بنون مش لعدي العطيات. سندس أنت بالمدرسة ولا بالجامعة؟ لا بالمدرسة. بالمدرسة. سندس بالمدرسة هي أسست الفريق، هذا الفريق لسندس ولمدرستها مش لعدي العطيات. فلان مثلا على سبيل المثال أصدقائي مثلا محمد عكاشة بجامعة الطفيلة، فريق بنون الطفيله هذا مش لعدي العطيات، هذا البنون الطفيله لشباب الطفيله. احنا مكملين معاكم على فكره حتى نعرف اكثر برضو عن المبادره وشو بتقدم دفعكم فرحتنا، بس بعد الموجز مشاهدينا مكملين معاكم. ما زلنا متواصلين معكم احبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد عبر شاشه التلفزيون الأردني بهذا التمديد يعني للوقت ولحلقتنا اليوم، نظرا للظروف الجوية السائدة وما شاهدناه من صور ومن اتصالات هاتفية تأتينا الآن عبر استوديوهات التلفزيون الأردني وتحديدا يوم جديد بإغلاق للشوارع الرئيسة، بموضوع أيضا ارتفاع منسوب مياه الأمطار على مستوى الشوارع الموازية والأنفاق مغلقة بالكامل إغلاقاتها. يعني الموضوع أحبتنا الآن أصبح متراكم وأصبح مكرر. ما بدي أقول الحجج، لكن ما يتحدث به المعنيون عدم قدرة استيعاب شبكة تصريف مياه الأمطار لمنسوب للهطول الغزير، هذا معروف لدى المواطن من الأعوام الماضية كما شهدنا بالأعوام الماضية. أيضا موضوع عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي أيضا قصة أصبحت معلومة، ويفترض أن يكون في حلول خلال العامين الماضيين على سبيل المثال، ويكون في متابعة وفي رصد حقيقي. الآن إذا تحدثنا عن أمانة عمان نسرين أمين عمان خارج البلاد، أتحدث عن جحافل أمانة عمان الكبرى، نتحدث عن مؤسسة ب 22,000 موظف باختلاف القطاعات والصنوف. الآن ما نشاهد عبر الشاشة الرسمية أتوقع من الصور التي تعرض تباعا، أتوقع الصورة خير دليل وخير يعني من تتحدث عن نفسها. وحتى يعني بالتواصل الاجتماعي وعم بنشوف يعني حتى عبر صفحتنا الرسمية على فيسبوك وعبر الواتساب، يعني في رعب عند الناس اللي ولادها بالمدارس خايفة، بتقول طب أطلع أجيبهم هلأ الطرق مسكرة، أسلك أي طريق، الأنفاق مغلقة بالكامل، يعني في حالة بلبلة، في حالة ذعر، في حالة خوف سادت الحالة عند الناس بسبب تساقط. يعني بس احنا عم نقول هذا تساقط الأمطار بساعتين، نعم. ساعتين عملوا فينا هيك، طب احنا شو جاهزيتنا للقادم
من هذا الموسم، واحنا يعني يبدو انه الموسم مبشر بالخير والحمد لله. احنا بندعي الله كنا انه الدنيا تشتي، لكن وين الجاهزيه؟ والحل مش بالتعطيل، العطله مش هي الحل، انه اول ما تصير اي شويه غبره بنعطل، شويه مي شتاء بنعطل، اذا في تراكم بسيط للثلوج بنعطل. الحياه لازم تستمر والحياه لازم تمشي، وفي بلدان بصير فيها اكثر من هيك. صحيح. وبتصير فيها فيضانات وبتصير فيها أعاصير وبتصير فيها تراكمات للثلوج نشاهد الآن منطقة المدينة وسط البلد، لكن الحياة بتمشي وبتستمر طبعا لأنه في جاهزية. إحنا حكينا أنه في الحديث كتير بيكون كبير عن الجاهزية وعن الاستعداد، لكن لما نيجي لأرض الواقع لا بنشوف لا جاهزية ولا استعداد، بنشوف البلد غرقان بشبر مي. نعم. والناس مرعوبة وخايفة وحالة كثافة مرورية يعني بتصير، واللي ببيته بده يوصله بنص ساعة بياخده معه ساعتين أو ثلاثة حتى يوصل للبيت. صحيح. أسئلة كتير إحنا بحاجة فعلا إن نجاوب عليها، خصوصا إنه الموسم لسه بأوله. فما بعرف مين معانا الآن معنا نسرين أحمد عبد الله من غرفة العمليات والسيطرة المركزية بأمانة عمان الكبرى. أستاذ أحمد أسعد الله صباحك سيدي. أحمد عبد الله أسعد الله صباحك من غرفة العمليات والسيطرة المركزية غرفة طوارئ أمانة عمان المركزية بمنطقة اتلاع العلي. أسعد الله صباحك. يبدو انقطع الاتصال مع أحمد عبد الله. أنا سأبقى بما تحدثنا به وضيوفنا الكرام فريق بنون يشاهدوا الصور التي تعرض طباعا أحبتنا الآن. موضوع أنه نبقى نتحدث الآن أصبح غير مقبول، بمعنى آخر تحدثنا في بداية حلقتنا اليوم نسرين عن موضوع الإسكندرية بمصر الشقيقة يوم أمس. أيضا احنا اليوم عم بنعيش نفس الحالة. أنا ما بدي أروح أذهب إلى تجارب أخرى إلى دول شقيقة، خلينا نستفيد ونكسب من التجارب اللي مرينا فيها خلال العامين الماضيين. هذا المشهد متكرر وليس بجديد علينا. موضوع أنه أنا غير قادر على تحدي الطبيعة ممكن أن يكون هذا متفق عليه، لكن موضوع استيعاب مياه الأمطار داخل الشوارع الرئيسية هاي قصة مهمة جدا. هذا الحلول بيد المعنيين، إيجاد الحلول. لن يدفع المواطن فاتورة تعطل مركبته أو فاتورة القلق أو حالة الخوف، يعني بصيغة خلينا نقول مجازا أو بصيغة مبالغة لما نشاهده الآن من أمامنا أحبتنا. أنا هلا صرت خايفة أروح على البيت بصراحة. صحيح. طب أي طريق صحيح. بدي أسلك من وين بدي أروح؟ السؤال الكبير، إذا كان أمين عمان خارج البلاد هل المؤسسة ستبقى، أنا بتحدث طبعا عن أمانة عمان، ستبقى بقيلولة على سبيل المثال؟ يعني إذا خرج المسؤول خارج البلاد انتهت الإدارة، انتهى العمل المؤسسي، لا أعلم. يعني أسئلة جميعها برسم الإجابة. وأنا بتحدث الآن مكررا وبدي أكرر نفسي بالحديث يا نسرين، موضوع الإجابات التقليدية، عدم استيعاب شبكة تصريف مياه الأمطار لكميات الهطول الغزير مش جواب شافي، ليس بجواب شافي لأنه سمعنا لثلاث سنوات ماضية وتتكرر الإجابة. موضوع شبك أو ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي نتفق بهذا الشيء جزئية، لكن ما بتأدي لما نشاهده الآن من الإغلاق ممكن شوارع. لا، بيأدي لتلوث المياه اللي بتوصل للسدود. نعم. وبيأدي أيضا. نعم. أنه يعني حتى. نعم. هاي الشبكة غير مهيئة. نعم. لاستيعاب هذه. نعم. الكمية من الأمطار. نعم. يعني هي مش حل. نعم. برضه. نعم. وإحنا متفقين عليه. إن شاء الله هلأ يصير معنا اتصال حتى نقدر ناخد الأجوبة إن شاء الله تكون مقنعة، وبدنا حلول. يعني إحنا برضو ما بدنا بس نغطي على العيوب، إحنا بدنا نلاقي حل حتى ما يتكرر، والموسم زي ما قلنا لسه في بدايته في أوله. نعم. صحيح. نكمل معاكم عدي وسندس، دفاكم فرحتنا. شو كيف رح تحققوا الدفا؟ هل رح توفروا مثلا حرامات، رح توفروا صبات، رح توفروا وسائل تدفئة مختلفة للناس اللي انتم بدكم تساعدوهم، ومين فئتكم المستهدفة وين؟ اوكي، هلا مثل ما حكينا احنا في البداية احنا حابين نعمل شيء مميز. المميز انك اول شغلة بدك توصل للمحافظات، وشفنا احنا لما تفرجنا لما نشتغل شغلة احنا دائما يمكن على مدار انه شو كل الشغل اللي اشتغلناه من المدرج الروماني لوسط البلد لحدائق الحسين لكل شيء بنشتغله اصلا بنطلع على شغله نشوف المبادرات شو بتشتغل وبنحاول نعمل شيء غير. طبعا اغلب المبادرات قاعده تدور على وعي. طب احنا حكينا لا، بدنا نوفر باكج كامل. هذا الباكج يكون فيه سجاد وحرمات وملابس وصبات وبعض البيوت اللي راح ندخل عليها اذا ما عليها زينكو
مثلا ما عليها سقف في المرحله الاولى من هذا المشروع راح تكون شتويه، هاي نحن نحكي على قد الحافه من رجله. تمام، الدعم الان يعني الدعم. تحدث في البدايه انا داعمه هسه في البدايه بشكر مصنع معرض السجاد القيسي. تمام، هذا بصراحه من الناس اللي اعطانا مثلا تقريبا 60 سجاده انه كتبرع لهذا الشيء. بالنسبه للملابس احنا شغالين اعلان الشباب على الفيسبوك، قرايب، كل حدا بنعرفه، عاملين مناسبة على الفيسبوك، بنعمل اللي علينا وبناشد أي حدا بيشوفنا. إحنا بيجنا على الفيسبوك والناس محتاجيتكم. أي شيء زيادة اسمها؟ اسمها فريق فريق بنون الشبابي، بالعربي بتطلع لك الصفحة فريق بنون. تمام؟ آه، بس مش عاملين صفحة للمبادرة. عاملين المبادرة، بتدخل على الصفحة بتلاقي إنه عشان أفضل. بناشد الكل، إحنا مش إنه فريق بندور على شهرة ولا بندور على شيء، إحنا هسه وقتنا. احنا هسه وقت وجودنا راح تشوفونا بالفعل بالمحافظات، بعمان، بخارج عمان، بكل المناطق. آلية الشغل متطوعنا راح يصلك لباب بيتك، بدناش نتغلبك. في مجموعه ارقام راح تدخل لصفحه ترن عليها، المتطوع راح يصلك لباب بيتك، راح يصلك. احنا شباب نصرف من مصروفنا عشان نخدم وطننا ونساعد الناس. بس بتمنى كل شخص بشوفنا عن جد، يعني بتمنى من كل شخص، احنا ما في حدا داعمنا، يمكن هاي حكينا سجاد اوكي، بس بتمنى من كل شخص يشوفنا. اتمنى انه الرسالة انه هي هاي اللي بتمناها، انه بس من كل شخص مسؤول. احنا شباب قاعدين والله يشهد ربنا علينا، نصرف من مصروفنا قاعدين عشان نساعد غيرنا. يعني شوف المفارقه العجيبه احبتنا المشاهدين، موضوع جاهزيه هؤلاء الشباب والشابات ومن جيوبهم ومن مصروفهم، وهم بعدهم طلبه يعني يتلقوا المصروف، والله افضل من استعداد بعض الجهات اللي تحدثنا عنها يعني قبل قليل. فقط أخذنا موضوع الحديث والكلام والحديث والكلام، ويعني أتوقع ما نشاهده خير دليل على ما نتحدث به بما يتعلق بموضوع الجاهزية. سندس. أيوة، بدنا نسمع من سندس. أنا أحبت أكمل على كلام الأولاني عن المبادرة. برضو إحنا يعني فريق بنون مش بس إنه يعني نعمل هيك، برضو في إن هدف إنه ندخل الفرحة على قلوب الأطفال. عملنا زي حلو ورحنا وزعناه في عنا بالحضانة بمدرستنا، وزعنا على الأطفال اللي بالحضانة في مركز اليدود القرآني، رحنا وزعنا عليه. وهلأ كمان عم نشتغل إنه يعني إحنا عوجه فصل الشتاء، ويعني في ناس محتاجتنا عن جد، يعني إنه أنت بتروحي مثلا بتلاقي دفا، بتلاقي إشي، يعني لو عندك مثلا حرامين ممكن إنه حرام واحد بكفيكي، تقدر تتبرع في الحرام الثاني، لأنه في ناس الصراحة عن جد في أشياء بنشوفها يعني سيئة جدا. يعني في ناس يعني الزينكو الأشياء المطر بيوقع عليهم، مش بس بالشوارع كمان. فانه يعني حلو انه يعني شيء لك لك وللناس، يعني انه نتبرع فيه. مثلا احنا هلا عم نشتغل على شغله الاواعي، قاعدين بنجيب طالبات المدرسه نطلب منهم مثلا اواعي اللي ما بدهم اياها هلا، يعني الكل بيطلع الشتوي صيفي، فقاعدين بفرزوا بالاواعي شيء اكيد. فاحنا حبينا انه هيك قاعدين بنغسلهم بنظبطهم بنحطهم بكراتين باشياء، حابين انه نفوت على الناس، مش معنا شيء واحد، حابين نفوت معنا سجاد، صبات، اواعي، يعني شيء ندفيهم فيه عن جد، يعني انه يحكي فعلا فونه، مش انه يعني هيك شيء واحد. فيعني وعدي بفيدكم اكثر بهذا الشيء كمان. يعني مزبوط، احنا فرصه برضه نحكي انه وسائل التدفئه مش بس صبات كهرباء او صبات غاز او تدفئه سولر او ديزل، يعني كمان في وسائل تدفئه. وللي بسمعونا الان المشاهدين وعم بحسوا باجواء البرد فعلا اللي بلشنا نحس فيها من اليوم بشكل اكبر، يعني السجاد ممكن يكون عامل وسيله تدفئه، الرواب الشتويه الثقيله كمان بتدفي، يعني لبسها بيعطي دفى بالبيت، خصوصا للاطفال الجرابات الصوف ان ندفيهم، نلفهم دائما بحرمات. حلو برضه يكون في حرام لو صغير موجود بالسياره حتى برضه يعطي دفى للاطفال اذا طفل يعني غفي او نام وهو موجود بالمركبه اثناء قياده حدا من اهله للسياره. يعني هاي امور كلها بتساعد. شرب الشربات الدافيه، المشروبات الشتويه زي السحلب، الكاكاو على سبيل المثال، الكاكاو، الهوت شوكليت مثلا، في رز بلبن برضه الرشوف كمان. نعم، أكلة شتوية جميلة. نعم، وغير مكلفة. نعم يعني. صحيح. نعم صحيح. فهاي كلها عوامل برضو بتساعد على الدفى وبتكلفة أقل.
احنا معانا احنا ما زلنا متواصلين معكم فريق بنون، ومعنا الان على الهواء مجددا باتصال هاتفي مدير اداره الاعلام والتثقيف الوقائي بمديريه الدفاع المدني العميد الدكتور فريد الشرع. دكتورنا انا بدي اشكرك دائما لسرعه استجابتكم الفوريه، واتمنى انه هذا الشيء الايجابي ينسحب على باقي مؤسسات الدوله، لانه زملائنا بالجاليري ومعدي البرنامج بيخبرونا انه بيحاولوا التواصل مع احد المعنيين بامانه عمان، لا يمكن يتعذر التواصل، والبعض الآخر يتحدث أنه غير مصرحين أو غير مصرح لنا بالحديث عبر شاشة التلفزيون الأردني. فأتمنى دائما سعة الصدر والمكاشفة والصراحة تكون حاضرة، وهذا ما يعرف عن أمين عمان. ترى بالمناسبة أنا بدي أكون منصف، أمين عمان خارج البلاد، بس حتى لو هو خارج البلاد هذا لا يعفي من المسؤولية طبعا. التحضير والجاهزية مش باليومين اللي هو خارج البلاد فيهم، الجاهزية المفروض تكون من بداية فصل الخريف أو من نهاية الصيف، يعني عم نحكي عن جاهزية من شهرين أو ثلاثة، مش بالفترة اللي الأمين مسافر فيها. تفضل. تفضل دكتور فريد معنا. شوية دوشة عندي لأننا بالميدان في للأسف ثلاث ولايات منطقة عرجان. معي أخي مجحم؟ نعم دكتور فريد، منطقة عرجان بالمدينة الرياضية سيدي بمنطقة الجبيه. نعم نعم بالضبط بالضبط. نعم. في هناك الآن أنا قدامي كوادر الدفاع المدني والأمن العام، في مياه العمارات جاي كما تعلم، هذه المنطقة فيها بعضها منسوب، يعني هي بعد الداخلية تقريبا على اليمين. ثلاث بنايات البيسمنت اللي فيهم وبشكل عام سواء مأهول أو غير مأهول داهمة المياه. أمامي سيارة الآن 4x4 يعني مش مبين منها إلا رأسها في عند التجمع المياه. يقال إنه في طفلين لعائلة مصرية بالداخل، الآن غطاسينا بيعملوا على الغص والبحث للتأكد من المعلومة، لأنه أهم من السيارات. وإن شاء الله سيدي إن شاء الله أتمنى أن لا يكون هناك وفيات نتحدث عنها، لكن أعتقد إذا في كان المعلومة إنه في طفلين بالداخل، لأن المياه أكثر من يعني التجمع كبير، هو مغطي دراجات كاملة ودخل من النوافذ، تعرف الطوابق الأرضية أو البيسمنت دخل من النوافذ إلى الداخل. فالكراج نفسه مش مشكلة بالنسبة لنا، وهي أمامي بلاية اثنين ثلاث الآن يعمل أكثر من 100 من طوابق الدفاع المدني. دكتور فريد طمنا عن الحالات الآن يعني بالمبنى السكني بعرجان الآن وأنتم متواجدين بالموقع. نعم أنا بالموقع سيدي. الطوابق العليا لا خطر عليها، لكن الخطورة على المناطق هذا ما تحدثنا به. تحت المنسوب أخي مجحم. نعم. ما زلنا المعلومة مش واضحة، تشفط في المياه ونفس الوقت الغطاسين بيحاولوا بأي طريقة يصلوا للداخل. طبعا تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بشكل عام، لأنها ترى أمامي ثلاث بنايات، أعتقد كل بناية مش أقل من 8 أو 10 شقق يعني. وهذه الثلاث سيدي كانت مأهولة، في أشخاص صاروا عند الجيران، لكن إحنا الآن نعمل جاهدين على الخبر اللي قال إنه في طفلين عائلة المصري اللي في موجود الآن. التركيز الآن عليه السيارات، إذا كان في سيارة غير اللي أمامي الآن بخير. دكتور فريد، في حالات لا سمح الله وفاة يعني صارت لهلا أو إصابات خطيرة؟ لغاية الآن إصابات لا توجد إصابات، لكن زي ما حكيت في بلاء، في خبر إنه قد يكون بالتسوية اللي مغمورة بالمياه إنه في طفلين. إحنا الآن هذه المعلومة الأولية بكل شفافية، نعمل الآن بأي طريقة. شفط المياه راح ياخذ وقت، لكن برضه الغطاسين بالرغم للاسف يعني بتعرف البيسمنت كله الديزل للبويلرات وكذا، امتزجت المياه مع بعضها، ومع ذلك الشباب لابسين البسه الوقايه الشخصيه وقاعدين بعومه بغطسوا في البارك التحت. وايضا اذا تحدثنا عن الطوابق الارضيه او البيسمنت دكتور فريد، نتحدث عن عدادات الكهرباء وايضا الخدمات وعدادات المياه، وفي خطوره لملامسه المياه ايضا لهذا الشيء. تنكات مي كمان بتكون بالاسفل. صحيح. بس معلومه بالدماغ يا شباب، الكهرباء فصلت الكهرباء للاسف. ساعه ونص نسمع الكهرباء. يعني هاي زملائي بالموقع من ساعه ونص يتواصل مع شركه الكهرباء لفصل التيار عنها، الا ان الشباب بغطسوا بعومه رغم تم قطع تيار الكهربائي من خلالنا، يعني من خلال الخطوط اللي واصل للعمارات. على اي حال سيدي احنا في متابعه، وهذا الوضع اللي بحكي عنه انا لاني عنده، لكن قبل قليل كنا عند
نفق الصناعة والتجارة، وأيضا كان مغلق أمام حركة السير من الطين والأتربة وارتفاع منسوب المياه، لكن أعتقد أنه خلال فترة بسيطة سيعاد فتحه. نصيحتنا للإخوان اللي بيرتادوا خاصة داخل عاصمة عمان ما يتحبوش نفسهم بأي نفق، يكونوا سيدي فوق الجزء. يعني الآن رسالة من خلالك دكتور فريد لحبتنا اللي بيشاهدون الآن موضوع الأنفاق بالعاصمة الحبيبة عمان، أخذ الحيطة والحذر بدخول الأنفاق أعلى على أكتاف الجسور أحبتنا وعلى أكتاف الأنفاق، يفترض أنه يكون في مسير، وأنا بفضل أنه يعني خلال الساعات القادمة نخفف من الخروج خارج المنازل أو خارج أماكن العمل. احنا كنا توجهنا من خلالك أستاذ مجحم والأخت سليم للصباح أنه نقلل من الحركة غير المبررة، لكن أنا يعني بدي أكون منصف وشفاف، الناس كانت متجهة على العمل، ما كان في بوادر، المطر جاء تقريبا بعد الساعة 7 اللي الناس كانت متجهة لدوامها وعرفت في معظمها، وأكثر المشاكل حقيقة بعيدا عن الموقع اللي أنا فيه وسط عمان، شرق عمان، وادي صقرة، راس العين، المحطة فيها كثير مداهمات فيها، والآن صعب الحديث عنها كلها، لكن نتمنى أن نبقى نتحدث عن أساس ونتحدث عن سيارة تضررت لكن لا نتحدث عن أرواح الشارع. أنا بدي أشكرك دكتور العميد فريد الشرع مدير إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي بمديرية الدفاع المدني على جهودكم، على سرعة استجابتكم، على سعة صدركم، على صراحتكم ومكاشفتكم اللي إحنا بنفترض الآن الجهات ذات العلاقة يكونوا معنا تباعا للحديث عن ما نشاهد وعما تتحدث عنه من ارتفاع منسوب المياه الأمطار، إغلاق أنفاق، إغلاق شوارع رئيسة، أيضا في تبرير، ما بدي أقول تبرير، لا تقبل المبررات الآن، انتهى العليق وقت الغارة مثل ما بقولوا بالمثل، يعني أبدا ما بينفع. نسرين نتجه الآن إلى غرفة طوارئ أمانة عمان الكبرى من خلال مع الأستاذ أحمد عبد الله. صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك، يعني الله يعطيكم العافية، بس يعني إحنا كنا نسمع عن جاهزية أمانة عمان والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، يعني شو تعليقك على ما هو حاصل الآن في شوارع وأنفاق العاصمة عمان؟ ستة أول شيء الله يعطيكم العافية وأمطار الخير هلت على بلدنا الحبيب، الحمد لله رب العالمين. هي اللي صارت هي كميات من المطر كانت شديدة خلال الساعات الأولى من الصباح اليوم، كانت يعني شديدة خلال تقريبا ساعة أو ساعة ونصف، يعني استمرت بصورة شديدة جدا. طبعا احنا في طوارئ أمانة عمان، احنا طوارئ متوسطة وجميع كوادرنا مستعدة بمواتيرنا بجتاتنا الموجودة المنتشرة في كل أنحاء مناطق أمانة عمان، ولكن اللي صار هي عملية عدم استيعاب لأنه كمية الشتاء اللي نزل علينا كان بشكل كبير جدا، ولكن الحمد لله رب العالمين تم التعامل معها حاليا انها كوادرنا بالمناطق. طب قديه احنا بنستوعب الكمية لحد قديه يعني مثلا، وأبعد هيك ما بنستوعب؟ في رقم معين للأمطار؟ والله لغاية يعني رقم معين للأسف الشديد يعني بالنسبة لنا احنا يعني مش محدد، ولكن احنا الحمد لله رب العالمين احنا على استعداد كامل، يعني بكوادرنا كاملة في المناطق وفي الجسور وفي الأنفاق بشكل عام بالمواتير وبالكوادر المدربة أيضا منتشرة في كل أنحاء عمان، وإن شاء الله سيتم السيطرة عليها قريب جدا إن شاء الله تعالى، يعني كوادرنا تم تعزيز كمان كوادر أخرى حتى يتم إجراء اللازم بالكامل. يعني أستاذ أحمد، لن ينتظر المواطن أو المعنيين لا سمح الله حدوث أي ضرر لأحد أو لأي مواطن نتيجة يعني تجمع مياه الأمطار أو إغلاق نفق على سبيل المثال، نتيجة أنه اللازم اللي دائما بتتكرر عدم كميات هطول أمطار غزيرة. طب قبل عامين كان في هذا الشيء واضح تماما، أين العمل على موضوع أنه التوقع والعمل على موضوع استراتيجيات وعلى الأرض بما يتعلق بشبكة تصريف مياه الأمطار؟ إذا تحدثنا عن وفر مالي في 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 أموال، إذا تحدثنا عن آليات وكوادر في نتحدث عن 22 ألف موظف. أتوقع الأسبوع الماضي والأسابيع الماضية بالأغوار الشمالية الانجرافات والسيول كانت أكبر مؤشر أنه الجميع يأخذ الحيطة والحذر، أنا بحكي الجهات المسؤولة عن موضوع العمل البلدي والخدمي. الآن لا يقبل أي مبرر أو أي عذر، استمع المواطن
لموضوع كميات غزيرة من الأمطار خلال العامين الماضيين. يتكرر المشهد تباعا الآن، وأتوقع المواطن هو من يقرأ ويشاهد ويترجم الصور التي تعرض أمامنا تباعا. معنا الآن على الهواء مباشرة نائب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة. دكتور يوسف، أسعد الله صباحك سيدي. صباحك، يعطيك العافية يا أخي مجتمع. يعني ما نشاهد وما تأتي اتصالات بالجملة تأتينا عبر استوديو يوم جديد وعبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ونشاهد عبر المواقع الإخبارية والإلكترونية تباعا الآن زملائنا بالإعداد أيضا عن إغلاق أنفاق، عن إغلاق يعني مداهمة للمنازل، الحجج دائما واضحة تماما، هطول غزير، ما بدي أكرر نفسي بالحديث، عدم استيعاب لشبكة تصريف مياه الأمطار 2، 3 ربط مزاريب الصرف الصحي على شبكة تصريف مياه الأمطار. الآن السؤال المباشر، ما نشاهده لا يقل أهمية عن ما حدث بجمرك عمان خلال الأيام الماضية، لأنه في قصور واضح. أنا ما بتحدث إنه الآن في قصور، بدنا نبعد عن صيغة الاتهام، لكن نضع المسؤول أمام مسؤولياته. تكرر المشهد يعني للمرة الثانية أو الثالثة بالعاصمة الحبيبة عمان، أين المعنيين؟ أين أمانة عمان من هذه الإغلاقات وهذه الأنفاق؟ تفضل سيدي. أخي مجحم، أكيد إحنا ما لا نسوق الحجج للمواطنين ولا نسوقها، هذا واقع موجود وحقيقة. الأمطار الرعدية كانت وسريعة وخلال وقت قصير، موجود فرقنا موجودة بالميدان وإحنا متحضرين جيدا لموسم الشتاء ولا نبالغ في ذلك. لا أعتقد هناك مقاربة ما بين أمطار صغر وما بين انفجارات تؤدي إلى وفاة المواطنين وإصاباتهم. يعني أعتقد أنك لم تصل في هذه المقاربة. إحنا الحمد لله نعيش في أيام خير، كنا بأمس الحاجة لقطرات الماء حتى نتخلص من تأثير موجة الغبار التي أثرت على المواطنين، أيضا كان لها أثر سلبي على صحتهم وحياتهم، لأنه كان تضايق المواطنين وخاصة المصابين بأمراض الربو أو الحساسية أو الأجهزة التنفسية. أما وجود المياه في مدام المياه للعمارات السكنية، أخي الكريم، أمطار غزيرة جدا خلال ساعة ونصف، تحرك هذه المياه، تحرك على الشارع، هذا أمر طبيعي. يوجد عبارات تصريف مياه، فرقنا موجودة بالميدان، عملنا معهم من أول دقيقة. إحنا ما نتعامل على مواجهة المنخفضات الجوية والحالات الأمطار الرعدية، نحن نتعامل مع آثارها. الحمد لله الآن الوضع بدأ يستقر، تجمعت مياه أمطار في الأنفاق وأغلقت بعض الأنفاق، الآن بدأت تفتح هذه الأنفاق جزئيا والأمور تسير بشكل سليم. ما عندنا حجج حتى نسوقها، عندنا واقع نتعامل معه بكل مسؤولية، لا نتهرب من مسؤولياتنا. عباراتنا الموجودة بنيتنا التحتية تعمل بشكل صحيح 100% والحمد لله بشكل سليم وكل شيء تمام. فرقنا موجودة على الأرض بالميدان وكل شيء يصير على ما يرام. أمطار غزيرة والحمد لله، ونسأل الله أن تكون سقيا خير دائما. إن شاء الله تكون سقيا خير مش سقيا عذاب، لكن اللي عم بنشوفه هو عذاب بعدم الجاهزية، عذاب للناس، يعني اللي مش قادر خسر مركبته، واللي مش الأنفاق مغلقة، واللي عم بتأخر على شغله، التلاميذ والطلبة اللي راحوا على مدارسهم الصبح، الأطفال، يعني في حالة رعب عم بيعيشوها الناس الآن خصوصا في العاصمة عمان. خلينا نقول لو هناك خطأ، يعني كيف ممكن إحنا نتعامل معه في المنخفضات القادمة، وبلاش كلمة إنه الأمطار كانت غزيرة أكثر من ما توقعنا. يعني بس يعني هذا الوقت، يعني شوف، في وصف آخر، يعني إذا كان هناك، إحنا بنحب نسمع، إذا كان في وصف آخر جاهزين نتعامل معه. نعم، هي أمطار غزيرة. نعم. طيب أمطار غزيرة، إذن شو جاهزيتنا؟ هل لازم مثلا نكبر المصارف أكثر الموجودة بالأنفاق حتى ما تسكر تماما؟ هل هي بدها تنظيف مثلا مغلقة بسبب وجود نفايات أو بسبب من الغبار مثلا تراكم فيها والرياح بعض الأوراق، أوراق الشجر أو أكياس أو نفايات أخرى؟ يعني شو الأسباب حتى نوقف عندها ونعالجها وما تتكرر في منخفضات أخرى؟ مجموعة أسباب، منها لما تكون أمطار غزيرة رعدية وقوية
تؤدي الى انجرافات، انجرافات في التربه هذه وين تصبح التربه؟ باتجاه عبرات تصريف الامطار، باتجاه المناهل، هذا امر طبيعي. مخلفات العمارات اللي عم اللي بتبني، مخلفات الابنيه تروح تنجرف بسبب الامطار باتجاه الاوديه، باتجاه العبرات، هذا امر موجود. احنا يعني ليش شبابنا موجودين عند المناهل، موجودين بالانفاق، موجودين عند العبرات حتى يتعاملوا مع هذه الحالات؟ اذا بنحكي للناس انه المشهد سوف يتكرر بالمنخفضات القادمه. وبالمنخفضات القادمه دكتور يوسف نتحدث بكل موضوعيه. الان المواطن عقليته واعي تماما، يشاهد من سيقوم بتعويض المتضررين بمركباتهم بمنازلهم على سبيل المثال، لا يوجد هناك من يقوم بتعويضهم، فبالنهاية المواطن هو من يدفع فاتورة عدم استيعاب شبكات تصريف مياه الأمطار، عدم استيعاب العبارات إذا كانت تعمل بسعتها الاستيعابية على سبيل المثال. دائما نتحدث ما بين قوسين دكتور إذا تكرمت سأعطيك المجال بإذن الله، ما بين قوسين هو اسم مسؤول، اسم المسؤول لا يقتصر أو لا يختزل فقط باتخاذ القرار، المسؤول بالاتجاه الآخر مقابل مساءلة سيد الكريم، هذا نعم. موضوع مهم جدا، المساءلة الشعبية من قبل المواطن، المساءلة من مرؤوسه على سبيل المثال، المساءلة من خلال وسائل الإعلام كونها عين تراقب وعين تنقد وتوجه الأسئلة بشكل مباشر. جلالة سيدنا يتحدث عن وجود جاهزية، دولة الرئيس قبل أشهر كان باجتماع يعني مسبق لأشهر سابقة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بدنا جاهزية على قدم وساق. سنبقى نتحدث عن موضوع أنه هذه الطبيعة هذا رزق وخير من رب العالمين، لكن شوارعنا مين بده يحل المشاكل اللي فيها؟ هنا السؤال يكمن، شوارعنا عدم الاستيعاب مين بده يخطط لها ويكون في استراتيجية؟ دولة الرئيس تحدث يوم أمس أو ما قبل ذلك بموضوع، بدي أخرج عن السياق قليلا، بهيئة الاستثمار نسرين، عن موضوع أنه الموظف والترهل، وموضوع أنه ممكن يكون في موظف يعيق يعني مشكلة معينة. لا أنا بس حبيت أضع يعني أسئلة متتالية حتى تكون المعلومة يعني واضحة تماما. أخي مجحم، أخي الكريم، لكل مشاهدين المسلمين في السودان والأردن، نحن نتحمل مسؤوليتنا كاملة، ما نتهرب من مسؤولياتنا، لكن نتعامل مع واقع. هذه هي البنية التحتية لمدينة عمان اللي بنعمل عليها اليوم، هذا هو الواقع بالأنفاق. هذا موجود عندنا محطات الكهرباء، لما تعطل عندي لوحة كهرباء بسبب الأمطار، هذا إجراء بسيط يتم التعامل معه سريعا، لكن البنية التحتية مجهزة للحالة الجوية المعتادة في المملكة دائما نتعامل معها. يعني صار في أمطار الأيام الماضية، ما صار في إغلاقات في معظم العام، ما بيصير إغلاقات لهذا، لكن لما تكون الأمطار رعدية سريعة كميات هائلة في تجمعات مياه أمطار. الآن نصف الأنفاق اللي كانت مغلقة الآن فاتحة عادت إلى العمل، مش مجهزة البنية التحتية لحالات استثنائية، مجهزة للحالات العادية تعمل معها اللي دائما تعمل المملكة تؤثر على المملكة. وأيضا طب إلى متى سنصل إلى جاهزية عالية دكتور يوسف؟ متى سنصل إلى جاهزية عالية باستيعاب يعني؟ نتعامل أخي مجحم، إحنا في أمانة عمان اليوم لما نعمل على إنشاء أي شيء جديد أو نعمل على تغيير إعادة تأهيل أي عبارات، نتعامل بمواصفات جديدة وحديثة وعالية جدا بحيث نرفع الطاقة الاستيعابية لكل العبارات من حيث المياه أو الطرق. هذا الآن موجود في أمانة عمان، نتعامل معه اليوم العبارات دائما بأحجام استثنائية. أنا موجود على الواقع، أنا موجود اليوم الآن على طريق المطار عند جسر السيفوي، النفق مغلق بسبب العبارات. اليوم هاي الشباب العمال موجودين لوصفهم المي، موجودين يشتغلوا يتعاملوا مع الواقع شغال حتى نفتح الطريق. احنا شغالين مش متخبيين ولا بعاد، نتحمل مسؤوليتنا، دائما نتحمل مسؤوليتنا ما نتهرب منها، لكن نتعامل مع واقع، نتعامل مع امر موجود. الحلول طويله المدى تحتاج الى تخصيص ميزانيات عاليه، نعم هذا الامر موجود ما نتهرب. دكتور يوسف، كيف لنا ان نتحمل مسؤولياتنا والمواطن هو من يدفع فاتوره عطل مركبته وتضرره؟ من سيدفع فاتورة هذه المسؤولية؟ سؤال برسم الإجابة يعني، وسؤال مهم جدا وانتظر إجابة وعلى الهواء مباشرة. هذا سؤال قانوني، وأنا الآن بحكي موجود على بالميدان بالقضايا القانونية،
من يتحمل مسؤوليه انه يفوت على نفق موجود في مريحة؟ الاسواق عندنا مغلقه وحاطين مع زملائنا رجال السير اي منطقه بنشعر ان فيها اي خطر على المواطن يتم اغلاق الشارع فورا. ما هو برضه يعني على العموم شكرا للدكتور يوسف الشوارب. شفتي بس يعني يتم اغلاق الشارع فورا، يتم اغلاق النفق ويتم تعطيل المدارس والدوائر الحكوميه، هاي مش حلول يعني، احنا بدنا حلول. الحياه لازم تستمر ولازم تمشي لما بيكون في جاهزيه، وفي بلدان في الخارج بيكون عندها اعاصير وبيكون عندها امطار بكميات اكبر من هاي الكميات وعندها تراكم للثلوج فوق المترين وبتمشي وبتستمر وما بتعطل ولا يوم. على العموم شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. موجودين بالميدان بخدمه عمان وبخدمه كل اهلنا، واحنا موجودين برضه هنا بالميدان لخدمه المواطن وخدمه المشاهد. شكرا لك استاذ يوسف الشواربه نائب امين. دكتور يوسف الشواربه نائب امين عمان نسرين. بس قبل ما ننتقل لغايه الان احبتنا، لغايه الان نسرين واحبتنا اللي بيشاهدونا، ما في جواب واضح الا انه هذا امر واقع حال، يعني احنا مش قادرين نتعامل معه. هاي قصه مهمه، ما عندنا الامكانيه انه نتعامل مع واقع حال. طب هل ستبقى مؤسسات الدوله واقفه تتفرج العام الماضي واللي سبق وتكرر نفس المشهد؟ طيب بعد يعني 24 شهر شو الاجابات؟ هي نفسها. تفضلي يا نسرين. طب احنا خلينا نريح نرتاح شوي ونريح المشاهد وناخذ فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم. إذن كمان مرة رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، ومنرحب فيكم. ويعني إحنا مدينا ساعة معكم إحنا لل 11 عشان بس نحط المشاهدين بصورة شو اللي عم بيصير برا، اللي بقول الوطن يغرق، اللي بقول عمان بتغرق، الشوارع فعلا عم بنشوف صور على التواصل الاجتماعي، صور مخيفة، هذا بدل على عدم جاهزية واستعداد لاستقبال فصل الشتاء. إحنا بسعدنا يكون معنا الأستاذ إبراهيم القبيلات طبعا عبر الهاتف، هو الناطق الإعلامي باسم مياه هنا. اهلا وسهلا فيك استاذ ابراهيم، صباح الخير. اهلا بك، صباحك. اهلا وسهلا فيك، صباحك وصباح المشاهدين الكرام، يا اهلا بك. في عندك تفسير منطقي للي عم بيصير الان؟ هل هي مشكله بشبكات الصرف الصحي، مشكله بالعبارات، مشكله بربط تصريف مياه الامطار مع الصرف الصحي، ولا ايش يعني بدنا نسمع منك جواب مقنع؟ يعني واضح تسمحي لي اخت نسرين وزميلتنا الكريمه، يعني مياه هنا معنيه باداره مرافق المياه والصرف الصحي، يعني هذا الجانب اللي ممكن انا اتحدث فيه حتى اكون دقيق ومسؤول عن كلامي. جميل، بدنا جواب بهذا الباب لو بالضبط. يعني اليوم النتائج اللي ظهرت على السطح شافها المواطن والمسؤول وحتى الصحفي، وبالتالي يعني لا يصح الا الصحيح. فيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي، جزء المشكله اللي دائما بتواجه مياه هنا اداره وموظفين وكوادر عاملة، انه الطوابق السفلى اللي تحت مستوى سطح الشارع هاي احنا يعني من فترة صرنا يعني نشترط على المواطن انه يكون فاصل للطوابق السفلى عن باقي طوابق العمارة، بحيث انه ما بصير فيه ارتداد لمياه الصرف الصحي بيوم زي هاليوم. لكن للاسف يعني احيانا المواطن ما بيستجيب، وبالتالي نكون في ورطة، نجد انفسنا في ورطة يوم ماطر زي هاليوم الكريم. الا انه يعني اذا في مسؤوليه كمان على الناس، في مسؤوليه على الناس لا شك. يعني هذا المواطن هو شريك استراتيجي بالنهايه، سواء لمياه هنا او لاي شركه
خدمية. يعني في مسؤولية تقع أيضا على المواطن، بده يشعر بأنه هاي الخدمة هو يعني مسؤول بطريقة أو بأخرى عن ديمومتها. أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم عذرا للمقاطعة، متفق عليه أنه دائما المواطن شريك حقيقي بأي شيء تنموي أو أي عملية استراتيجية، هذا متفق عليه ما في عليه خلاف، ومتفق عليه أيضا أنه في ممارسات وسلوكيات خاطئة لبعض إخواننا المواطنين تحدثنا عنها مرارا وتكرارا. لكن لا يعقل أنه كل شخص يلوم على الآخر، أنا كجهة مسؤولة ألوم المواطن والمواطن كذلك الحال، أنا الآن كجهة مسؤولة علي أن أقوم بواجباتي على أكمل وجه، ومن ثم أتجه إلى المواطن أقول له يا مواطن أنت مقصر، يا مواطن عندك سلوك خاطئ، بس أقوم بالبداية يعني بواجباتي ومسؤولياتي على الأرض. بالخير. أسعد الله صباحك أستاذ إبراهيم. يسعد صباحك أخوي مشحم. يعني هل ترى أن شركة مياه هنا مقصرة في واجبها؟ لا، أنا بتحدث من خلالك، ترى هو ليس الحديث يعني عن شركة مياه هنا، أنا بتحدث من خلالك. اتهام لحد ما. لا لا، عشان هيك أنا بحاول أستوضح الأشياء وأقرأها من المعادلة واضحة. صديقي أنت تعلم جيدا كما يعلم أغلب الإعلاميين اللي هم على تواصل مع شركة مياه الأردن مياه هنا، أنه هي يعني بحالة يعني كوادرها دائما على هبة الاستعداد 24 ساعة، سواء كان اليوم ماطر أو مشمس، يعني فرقنا دائمة العمل على مدار الساعة. بس اللي بحصل بهيك ظرف يعني واضح للكل، يعني في سلوكيات بسيطة بس نتيجة تراكمها إلى حد ما بيوم زي هاليوم بتطلع على السطح تظهر للعيان، مثل أنه مثلا شبك المزاريب الأسطح على شركات الصرف الصحي، اللي الأصل فيه المواطن يشبك هاي المزاريب على تصريف مياه الأمطار. بتعرف شبكات الصرف الصحي أصلاً مهيئة ومبنية. طيب شو البديل أستاذ إبراهيم بما أنه إحنا عم نحكي الآن بتوعية، يعني شو البديل؟ ممكن في ناس ما بتعرف، يعني إحنا دائماً بنبث رسائل هاي التوعية عبر التلفزيون الأردني وعبر كل وسائل الإعلامية الأردنية، أنه يعني لازم يكون في ربط لمغريب الأسطح على شبكات تصريف المياه الأمطار، مش على شبكات الصرف الصحي. طب وإذا ما فيش شبكات تصريف مياه أمطار، إذا مش موجودة شبكات تصريف مياه أمطار بالأساس بالبنى مثلا، يعني اليوم إحنا بعمان تحديدا نحكي عن 82% من مناطق جغرافيا عمان هي مخدومة بشبكة الصرف الصحي. أستاذ إبراهيم أنا بدي أنصفكم الآن، أنا بدي أنصف أستاذ إبراهيم، هو فقط أنه المواطن يعني يتعاون ويشبك هذا المزراب على شبكة تصريف المياه الأمطار، لأنه هاي الشركات يعني ما عندها قدرة لاستيعاب كميات المياه الأمطار الكبيرة اللي بتنزل مثلا نفترض في الساعة فقط مش بيوم كامل، وبالتالي هذا بيسبب أزمة حقيقية، يعني بربك الشارع وبربك الشركة وبربك حتى الأمانة. لا أنا بدي أنصفكم الآن، إذا تحدثنا عن موضوع العاصمة الحبيبة عمان، المشكلة ليست وليدة اللحظة وليست يعني جديدة، موضوع ربط مزاريب تصريف مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي، احنا نتحدث عن أعوام ماضي وممكن عقود يعني إذا صح القول. الآن أين الجهة المسؤولة إذا بتحدث عن أمانة عمان من تصويب هذا الخلل؟ لماذا أنا أمنح إذن أشغال لبناء قائم أو سيتم إنشاؤه دون الكشف على واقع الحال على شبكة تصريف مياه الأمطار وإلزامه يعني قبل ذلك، قبل الإنشاء وقبل الربط المخالف؟ أين الكوادر الرقابية؟ أين الكوادر التفتيشية؟ هنا السؤال يكمن. يعني كفانا، أنا من خلالك طبعا بتحدث أستاذ إبراهيم، كفانا أنه أهبة استعداد جاهزية عالية، بتضل هاي هي المعايير والمصدر الحقيقي لقياس الاشياء، لانه احنا مثلا من 2007 من بدء عمل شركه مياه هنا ما في يعني ما في موافقه تصدر لاي مواطن بيكون بيته او الطابق السفلي مش مشبوك على او يعني في رافعه في مضخه في رداد عنده، بحيث انه يفصل عن باقي طوابق العماره، بحيث انه نضمن احنا بالحد الادنى من الاشياء انه ما بيكون في أزمة رح نقع فيها في فصل الشتاء. هذا واحد، وإحنا برضو بنقدر تعاون أمانة عمان الكبرى معنا بهذا الجانب، إنه برضو صاروا ما بعطوا تسريح لهذا المواطن إلا إذا كان. يا سيدي نبدأ متأخرين، أفضل من لا أن نبدأ يعني أبدا. أستاذ إبراهيم أنا بدي أشكرك الناطق الإعلامي باسم شركة مياه هنا لانضمامك معنا وعلى الهواء مباشرة، ونكمل يعني الوقت المتبقي من الساعة اللي تم منحنا إياها نظرا للحالة الجوية أحبتنا اللي بتسود العاصمة عمان ومعظم مناطق ومحافظات المملكة.
صحيح. احنا بدنا حابين نشكر ضيوفنا كمان، معلش اخرناكم مع انضميتوا معنا بالساعه هاي صراحه شرف لنا كان انه نتابع احداث اللي بتصير ببلدنا باول باول، فكان هذا شيء يعني شرف لنا ان نكون معكم بهاي التغطيه المباشره انه الاحداث اللي بتصير والبلد هي اللي بتغرى، ونسميها التكاعس نعم اللي بتصير قاعده من بعض الاشخاص اللي احنا كشباب. انا هاي برسلها لخوفا اول شيء لشباب فريقي ولعائلتي، بالنسبه لك شباب فريقي لانهم اخواني والصبايا ان شاء الله نكون احنا مقدرين يعني بصراحه اللي بيقوم فيه فريق بنون في المناسبات المختلفه. بس عشان معلش باقي معنا بس اربع دقائق، بدنا نشوف برضه حاله الطرق الان في شوارع العاصمه عمان. معنا الاستاذ باسم الخرابشه مدير اداره سير العاصمه، صباح الخير. يسعد صباحي ست نسرين انت وجميع الاخوه المشاهدين. اهلا وسهلا فيك عقيد باسم، يعني تحطنا بس بصوره سريعه بالان وضع الشوارع في العاصمه الحبيبه عمان. يا ستي الشوارع اجمالا يعني فاتحه وامورها جيده باستثناء الانفاق، احنا عندنا مشكله بالانفاق وارتفاع منسوب المياه وبعض مخارج الجسور. الان السير سالك فيما عدا ذلك يعني ما عندنا اي مشاكل بشوارع العاصمه عمان. الان تراكمت حركه سير، اضطرينا يعني نتيجه الهطول المطر الكثيف وارتفاع منسوب المياه لمستويات عاليه داخل الانفاق، اضطرينا لاجراء بعض التحويلات على اعلى الجسور والانفاق. نتيجه يعني هذا الكلام صار كثافه لحركه السير، واضطرينا لغايه الان يعني انا عند جسر الاقتصاد في شارع الملك نور، احنا لغايه الان قاطعين السير عنه ومحولين السير كونه لغايه الان ارتفاع منسوب المياه اعلى من متر، وبالتالي ما بنقدر. هذا شارع يعني الجامعه الاردنيه الان نشاهد حبتنا داخل حرم الجامعه الاردنيه. نشاهد الان من خلالك باسم بيك يعني الصور التي تاتينا تباعا، نشاهد داخل حرم الجامعه الاردنيه واستمع الى الجهات ذات العلاقه انه الان نقوم بالفتح والاغلاق. لا، الكلام بده يكون يعني واضح تماما وواقعي، احنا نتحدث بواقعيه الان وبصراحه يجب انه الجميع ان يتحمل مسؤولياته كفانا اللوم على المواطن. الله يعين المواطن، هذا اللي بدنا نقوله، بكفي نلوم دائما على المواطن. الله يعين المواطن. يا سيدي اكيد احنا بنقول انه يعني في اشكاليه وصار عندنا ارتفاع منسوب المياه، ويعني حتى الموقع اللي انا فيه هاي الـ يعني الـ المناهل مش ملحقه خلينا نقول على المي اللي اجت، وبنحاول يعني نستعين ببعض الجهات الخاصه والتنكات من اجل ضخ المياه. في مشكله والمشكله حقيقيه، واليوم يعني برزت في معظم مناطق عمان، صار تعطيل للانفاق من خلال ارتفاع منسوب المياه، معظمها انحلت. لغايه الان عندنا نفق ابو هريره لغايه الان يعني ما انحلت مشكلته، ويبدو انه راح يستمر. دوار الشعب يعني انحلت نسبيا، عندنا في منطقه الجامعه الاردنيه في شارع الاردن كان في ارتفاع لمنسوب المياه، الان زي ما قلت انا شارع الملك نور شارع حيوي كثير مرافق الاقتصاد، لغايه الان يعني معطل، يعني يا دوب بنقدر نحرك مسرب واحد وببطء شديد لحين ما يصير حل وشفط للمياه اللي بالموقع. وايضا يعني دواوير شارع زهران باستثناء الخامس في بعض المياه اللي انحلت اموره والان سالك، باستثناء يعني اما من الصباح نتيجه الهطول المطر الكثير. باسم بيك اكيد الان زملائنا بالبرامج المختلفه اكيد راح يكون في متابعه وعلى الهواء مباشره من خلالك ومن خلال المعنيين. العقيد باسم الخرابشه مدير سير العاصمه، كل شكر لك. احبتنا كلامنا كان واضح ورسالتنا الاعلاميه الموضوعيه الحقيقيه، وعبر شاشه التلفزيون الاردني الشاشه الرسميه والوطنيه الاولى للمملكه الاردنيه الهاشميه، لن نداهن على حساب المواطن، نضع المسؤول أمام مسؤولياته وننتظر إجابات ونتحدث بلسان إخواننا وأحبتنا اللي بيشاهدون الآن على الهواء مباشرة واللي تضرر أغلبيتهم نسرين للأسف يعني الهواتف. بس اللي بنقدر هلا نحكي للناس إنه اللي مش مضطر ما يطلع، وخليكم ببيوتكم تدفوا منيح قبل ما يصير في جاهزية واستعداد، وقتها بنقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي. إلى اللقاء. كنا ولا زلنا وسنبقى دائما وابدا معكم ولكم منكم واليكم. من نسرين ابو صالحه ومجحم العدوان اجمل التحايا الصباحيه، ونلقاكم بحلقه اخرى باذن الله.